بس لحظة شوي بس. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسل الميت من جهة مؤخرة القبر، أن يسل الميت من جهة مؤخرة القبر، وكان الذي ينزل في القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بسم الله وعلى ملة رسول الله، 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 بسم الله وعلى ملة. هل يكشف وجه الميت أو لا يكشف؟ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فإذا وضعتموني في اللحد فافضوا بخدي على التراب. يكشف الوجه ويوضع الخد على التراب. وقال بعضهم لا يكشف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بذلك، ونقول لهم وكذلك لم ينهى عن ذلك، ويبقى الأمر على الإباحة، والأمر في ذلك واسع، ولا يعيب بعضنا على بعض. فإن كشف الميت يوضع في هذه الطريقة بهذه اللحد، ثم بعد ذلك يصفصف على الميت اللبن، يبو اللبن. لا إله إلا الله. لحظة شوي، لحظة. هل تحل الأربطة عن الميت؟ هل تحل الأربطة عن الميت أو لا تحل؟ نعم تحل الأربطة وتفك، نفك جميع الأربطة. فك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر له. تحل جميع الأربطة عن الميت ويوسع على الميت الكفن، ويبقى بهذه الكيفية الوجه في اتجاه القبلة. بسم الله بسم الله. بسم الله هات. بسم الله بسم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل قبره رياضا من رياض الجنة. اللهم اجعله اللحد وين عجين؟ لا لحد لحد لا 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 يبحث الماء 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 لا حضر أيوة سد ثقب سد. اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم اجعله رياضا من رياض الجنة. اللهم ثبته وثقل وراجعه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اللهم عنا على القبر وما فيه. اللهم عنا على القبر وزلاته. خذ منه أيوة الغيلة أيوة هاي يمنا يوم الغيلة. بسم الله الرحمن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر له. اللهم اغفر له. بالنسبة عندما يصفصف على الميت اللبن توضع عليه الحصى ثم يوضع عليه المدر حتى لا يكون له ويبقى في دار الحق عند الله جل وعلا، ويلطخ بهذه الطريقة. كلنا مصيرنا إلى هذا اليوم، كلنا إلى هذا الحق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مشاهدينا الكرام، بعد أن يلحد الميت في قبره ويصفصف عليه اللبن يهال عليه التراب بعد ذلك. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرعنا يأمرنا بهذا. بسم الله. اللهم اللهم لا إله إلا الله.
يا يا مشاهدينا الكرام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن مباشرة يأمر الحاضرين ويقول لهم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا موضوع السؤال. فلذلك أوصى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة فقال: فإذا دفنتموني فامكثوا عند قبري على قدر ذبح الجذور وتقسيم لحمه. هدي النبي أن يكون القبر شبرا ولا يزيد عن شبر، وكذلك يكون له الشواهد. وكذلك من الأخطاء الشائعة الكبيرة أن لا يجلس على القبر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة الأسماء على القبور. فنحن نقول لمشاهدين الكرام في كل مكان أن يتقوا الله في موتاهم موت المسلمين، وأن يحسنوا إليهم كما أمر الله عز وجل، فلا يكتب